السلام عليكم، أنا دكتور محمود صلاح، رئيس أقسام جراحة الأوعية الدموية في مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، في طبعا في الشرق الأوسط. أنا هتكلم النهاردة على دوالي الساقين. أنا اخترت الموضوع ده لأنه يهم ناس كتيرة جدا. دوالي الساقين فيها يعني أنواع كتيرة، لكن خلينا نبسط الأمور شوية. إيه هي دوالي الساقين؟ دوالي الساقين هي انتفاخ في الأوردة السطحية للساقين، بيشوفها المواطن العادي كشرايين أو عروق زرقاء أو شعيرات دموية زرقاء في الرجلين، وطبعا في الستات اكتر بتعمل قلق شويه لان هم برضو بيشوفوا حاجات غريبه ظهرت في الرجلين، لكن الموضوع بسيط ان شاء الله. اولا اسبابه ايه؟ اسبابه كتيره، لكن يعني خلينا نلخصها في انها نمره واحد بيبقى فيه استعداد وراثي، وراثي عاده بتلاقي مش لازم الام او الاب، ممكن الخاله او العم او لكن فيها نوع من الوراثه. نمرة اتنين، لو طبيعة العمل أو طبيعة الحياة إنه مثلا المريض بيقف كتير وهو عنده استعداد للدوالي فممكن يبتدي يجيله دوالي، إن هو مثلا وزن زاد بيساعد على حدوث الدوالي، حمل ولادة برضو بيساعدوا على حدوث الدوالي، كل ما هو هرمونات في العلاج وأبسطها حبوب منع الحمل، دي كلها بتبقى مسببة أو عوامل مساعدة للدوالي. يعني ما بنقولش إن واحدة ما عندهاش أي حاجة وهتاخد حبوب منع الحمل هيجيلها دوالي، لكن لو هي عندها استعداد وبتقف كتير ووزنها زايد وكمان خدت حبوب منع الحمل طبعا بيزود فرصة حدوث الدوالي. الدوالي دي مشاكلها إيه؟ مشاكلها إنها ممكن تعمل أعراض او ممكن تبقى بس شكلا مش كويس. اعراض يعني هتلاقي ان المريض بيشتكي من الم مع الوقوف الكتير، تورم في الساقين، لكن احيانا ما بيبقاش عنده اي مشاكل غير ان في عروق زرقاء او شعيرات دمويه زرقاء موجوده في الرجلين. العلاج بسيط، لو في عوامل مساعدة لازم نعكسها. يعني ايه؟ يعني لو في سمنة لازم نخس، لو في وقفة كتير لازم نعدل شوية طبيعة الحياة او طبيعة الشغل، لازم نمارس رياضة، كل الكلام ده مهم علشان لما نعالج ما يرجعش تاني الامور. العلاج بيبقى عبارة عن ادوية تساعد شوية، لكن الأدوية هتحسن الألم وتحسن الورم لكن مش هتخلي الشعيرات الدموية دي تختفي. عشان الشعيرات الدموية دي تختفي لازم طبعا حد مختص، يعني لازم طبيب جراحة أوعية دموية هيعمل فحص للأوردة دي وهيعمل فحص بالموجات فوق الصوتية، بناء عليه هنقول والله دي مجرد انها حاجات سطحية فقط لا غير، فهنكتفي بقى بأن هو ممكن حقن موضعية، ممكن ليزر، ممكن حاجات زي كده عشان تساعد انها تختفي، او ان هي لا ده في صمامات جوه محتاجة تتعالج فيبقى ساعتها نحتاج عملية. العملية دي طبعا كانت زمان بتتعمل بالجراحة، لكن دلوقتي بقت الامور ابسط شوية وبقت بتتعالج بالقسطرة عن طريق الليزر، عن طريق التردد الحراري، عن طريق الحقن برضو. يعني كل دي بتبقى عملية مسألة يوم واحد، المريض ممكن يعملها ويخرج في نفس اليوم بالليل. الحاجة بس اللي أنا حابب أضيفها على في الآخر، الحمل والولادة. الحمل لو واحدة عندها دوالي، والسؤال اللي بنسمعه دايما طب أنا كنت بفكر أحمل أو كده، أعمل العملية الأول ولا أحمل الأول ولا لا، الحقيقة إحنا بنفضل إنها مع الحمل بتبقى فرصة رجوع الدوالي أكتر،
فبنفضل ان هي لو ناويه على حمل ولاده لما نخلص موضوع حمل الولاده نبقى نفكر في عمليه الدوالي. الحاجه الثانيه اللي هي بنشجع الناس كلها على موضوع انقاص الوزن وموضوع ممارسه الرياضه بانتظام. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.